الالهيه في الخلق يبدا التغيير في المجتمعات دوما من الداخل غير ان ثمه معوقات قد تعترض سبيل التغيير فتوقفه او تغير من جوهره واتجاهه ولقد شهدت المنطقه العربيه في عصرها الحديث كثيرا من المحاولات الداخليه للتغيير بيد ان كل تلك المحاولات اصطدمت بمصالح الدول الغربيه ذات النفوذ في المنطقه فانتهت الى الفشل أو إلى تفريغها من مضمونها المستهدف. ثورات الربيع العربي كانت إحدى أبرز المحاولات للتغيير من الداخل في صورة انتفاضة شعبية كبرى تطالب بحق الشعوب في الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. لكنها بدورها اصطدمت بنظام عالمي سعى منذ لحظتها الأولى إلى استثمارها لصالح أهداف الدول الكبرى في الإطاحة بأنظمة حكم استبدادية شاخت على مقاعد السلطة. والاتيان بانظمه جديده لا تقل استبدادا عن سابقاتها بل ربما تزيد لكنها في راي معارضيها اكثر قبولا بلعب ادوار تخدم الاهداف المباشره للدول الكبرى هو اذا صراع بين اراده داخليه تسعى نحو تغيير يحقق نهضه عربيه وبين اراده خارجيه تسعى لاستبقاء المنطقه سابحه في فلك نفوذها الضامن للتبعيه وتدفق النفط نحو الغرب باقل الاسعار اما عن ضمان امن الكيان الصهيوني فحدث ولا حرج، فانظمه حكم وطنيه ناتجه عن ثورات شعبيه لا شك ستكون خطرا وجوديا على كيان الاحتلال، وهو امر لا يسمح به الغرب. وفي المقابل هناك من الباحثين من لا يرى في المعوقات الخارجيه للتغيير قدرا حتميا، فتجارب التاريخ تثبت ان شعوبا نجحت في التغلب على النفوذ الاجنبي او تحييده. غير ان ذلك لا يتاتى الا بصياغه عهود وطنيه عابره للتوجهات السياسيه والايدولوجيه بل وعابره كذلك للحدود القطريه عهود تجمع الفرقاء وترسم الطريق نحو اعلان استقلال عربي حقيقي عن كل نفوذ اجنبي